لشنار الدوسري المستشار حضور ملفت ابداع مبهر ننتظر منك المزيد وشد حيلك ورانا برايم نبغى نكسب كل نقطة ونبعد من الخطر. ايش حاب تقول طال عمرك لجمهورك؟ والله الله يحييه اول شيء. ثاني حاجة باذن الله هذا الشيء اللي نسعى له. يا سلام. ان الواحد قد ما يقدر انه يجمع النقاط حتى يتجاوز البرايم يتجاوز الاشياء. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب الاخت ساكورا تقول الجوكر شنار واصل ابداعك انت نجم كاريزما وخلك واثق ان جمهورك معك وانت اليوم التسعين باذن الله عز وجل. باذن الله الواحد الاحد الله يحيي هذه ساكورا داعم لك. نعم من فريق دعم. فريق الدعم. يا سلام. تشكر لها جهود تشكر لها دائما تغريداتها تطلع معي في لحظه اللقاء وتطلع معي في تغريداتها. يا سلام. وبدون قصور في الباقي فريق الدعم. بيض الله وجهك وانت تستاهل. طيب مطلوب منك يا شنار بيتين شيله ولا عليك امر. تبشر بالجنه. عطنا صدى يا احمد. معد لك انا يا مثل جاي مزبطك جايك بدري اليوم. انك والله اي والله بدري وجهزت لنا القهوه. بس ايش يبون منك يا اخوي الناس؟ احس انهم وين؟ ما عليه يا رجال شفت الحصن اللي تصاقل إيه؟ الحصن لا تصاقلت افلحت. يا حلاك اسلم. مسلم كل ما تكبر نوايب زماني اتوكل على رب يهون صدوفه لاسبوعين واكثر مرقدي ما هناني والسعاده من الوجه الشحوب مخطوفه والسعاده من الوجه الشحوب مخطوفه اتجلد نهار وليل من ما بن دوامة تقلب ودنيا عصوفة اللهم اربط فؤادي وثبت كياني ما يشوف السعد من فجر الغاب نجوفه ما يشوف السعد من فجر الغاب نجوف هو انا الشخص الاول ولا انا الشخص الثاني شوهتها السنين وغيرنا ظروفه خاف ما ذاب مجلسي ولا ذا مكاني وشبي في محل ما يقدر ضيوفه وشبي في محل ما يقدر ضيوفه اسمع بيض الله وجهك ما شاء الله يا ولد هذا شنار الله يطول بيض الله وجهك.